نتكلم معاكم بعد مشاهدتي لفيلم من مرزيان اللي هو من إخراج أنوراغ كاشب من بطولة أبيشيك باتشان، تابسي بانو وفيكي كوشر. هذه النوعية من الأفلام اللي هي الأفلام اللي يسمونها في بوليوود أفلام لوف تراينجل، الحب ما بين ثلاث شخصيات أو ثلاث أدوار رئيسية، شفناها في أفلام كثيرة في السينما الهندية. عديدة من هالنوعية الأفلام حصلناها في الستينات، في الخمسينات أيضا، وفي السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفية، وما زالوا لحتى الآن مستمرين يعملون هذه الأعمال. آخرها كان يمكن بريلكي برفي نوع ما، لكن هذاك شوية كان في خلط للكوميديا وبعض الأمور اللي تخليه شوية فيها غموض. لكن هذا الفيلم بما أن المخرج أنوراغ كاشب راح نشوف فيه جرأة من إخراجه، راح نشوف سينما نوعا ما يقولون عليها السينما السوداوية. ليش نسميها سينما سوداوية؟ نسميها سينما سوداوية لأن فيها حقائق وفيها حاجات يعني قد لا نحبذ أن نشاهدها أمام الشاشة مرات، لكن هذا هو الواقع. فالحلو في أنوراغ كاشب أنه يحول لك هذه الأحداث اللي نحن نشوفها في بعض الأفلام اللي يسمونها أفلام المسالة بأنها أفلام عادية جدا، يحولها إلى واقع في هذا الفيلم. الفيلم يتكلم عن تابسي بانو اللي لها علاقة حب مع فيكي كوشال، علاقة قوية جدا، محبة مراهقين نقدر نسميها، محبة يعني محبة لأول مرة ما بينهم، مثل ما تقول انسجام كبير بينهم. ويدخل في هذه العلاقة أبيشيك باتشان كشخص يخطب تابسي بانو. طبعا من بعد الوصول أبيشيك باتشان في هذه الأحداث، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل ستتزوج تابسي بانو بأبيشيك باتشان أو أنها يعني تهرب مع فيكي كوشال؟ لازم تشوف هالأمور على الشاشة في السينما. أفضل أني أنا أقول لك شو الأحداث اللي راح تصير في الفيلم. فنيا مثل ما قلت لكم، الفيلم من إخراج أنوراغ كاشب المعروف عنه بالسينما السوداوية. هذه النوعية من الأفلام الرومانسية أو هذه القصة يعني ممكن تكون شبيهة نوعا ما لفيلم ووسادن اللي نزل في سنة 83 من بطولة إيلين كابور، نسير الدين شاو، بادماني كولابوري، أو أنه يكون شبيهة أيضا لفيلم محمد التجيك السنم اللي كان في سنة 1999 من بطولة سلمان خان جي ديفغن وأشوي راي راي. أو ممكن يكون الفيلم هذا يعني بعض الأمور اللي تشوف فيها شفتها يمكن في أفلام مثل كبي ألفيدناك هنا. يعني واحد بيقول لي شو يعني الربط ما بين كبي ألفيدناك هنا والربط ما بين هذا الشيء؟ أنا يعني ما أريد أحرق عليكم الفيلم، راح أقول لكم بس شيء مهم، أن هذاك الفيلم يمكن كان فيه جرأة، لكن الناس يمكن تشوف هذاك الفيلم تقول عليه عادي، هو فيلم يعني أحاسيس ومشاعر وعادي. يعني ما هناك ليش أنه هو كرن جوهر خلط لك شوية بعض الأشياء، الأسلوب الهندي المعهود في السينما الهندية، فنسانا الجرأة اللي كانت موجودة. لكن أنوراغ كاشب راح يجيب لك إياها بطريقة مباشرة، الجرأة الحقيقية. يعني كل علاقة سواء كانت علاقة حب ما بين الحبايب كيف راح تكون، يجيبها بالطريقة الصحيحة ومنطقية من غير أي توليفة او تغطيه كفر مثل ما يسمون، على اساس انك انت تشوف الفيلم تقول اوكي الفيلم هذا يناسبني ويناسب عائلتي ويناسب. لا، الفيلم هو مش مناسب للعائله طبعا، هو الفيلم يناسب الناس الكبار في السن، وكذلك الفيلم هو مناسب للناس الذويقه. الحين ذويقه شو يعني؟ كيف انا بكون متذوق مع هذا الفيلم؟ الفيلم هذا اعطاني كل انواع السينما اللي انا اريدها، في السيناريو، في الحوارات، في التمثيل، وفي الأماكن التصوير، وكذلك في الراكورات الموجودة أمام الشاشة. كل شيء مرتب بشكل يعني منطقي جدا، الأحداث منسجمة مع بعضها لبعض، لأن أصلا هو الفيلم بدأ بالبداية واضحة أن أنوراغ كاشب شو راح يورينا. راح يورينا سينما جادة وسينما ملونة بالاسلوب المعروف عن أنوراغ كاشب، سواء كان التوأمتين اللي دائما نشوفه في رقصات معينه في الاغاني، هذا صار مثل ما تقولون شعار الفيلم، كل ما يطلعون يعني في بهجه، في حزن ممكن يكون واسى، فهذه الشغلات جميله جدا ويعني عطت نكهه خاصه لهذا الفيلم، بالاضافه الاداء التمثيلي لكل الممثلين. كل الممثلين حتى الثانويين اللي موجودين في هذا الفيلم، كل واحد منسجم مع دوره. شو سبب الانسجام هذا؟ طريقة الحوارات. أفضل شيء في هذا الفيلم، وأنا أسميه يمكن العمود الفقري الرئيسي لهذا الفيلم، هي الحوارات. من البداية للنهاية تقعد تسمع حوارات بشكل جدا جميل وواقعي
واقعي جدا، لدرجة انك انت تحس انك انت موجود في هذا المكان، موجود معاهم وقاعد تسمع هذه الحوارات. ما في نوعية من المشاهدين يمكن راح يقولون على هذا الفيلم انه واقعي اكثر عن اللزوم، او انه في امور نحن ما قادرين يعني نستوعبها او نصدقها او شيء من هالكلام. هذا المشكلة اللي انا اقدر ارد عليه، ان الواقع مر، واي انسان في هالدنيا يمر بوقائع بس ما يحب يشوفها امام الشاشة. هذا الفيلم وأنوراك كشف راح يوريك وقائعك انت، وقائع اي انسان في هذه الدنيا عن طريق افلامه وعن طريق هذا الفيلم. لذلك هذه يسمونها السينما مستقلة بحد ذاتها، لكن هو ولفها شوية بشغلات بوليوودية معروفة، سواء كانت بالأغاني أو الموسيقى التصويرية، وولفها أيضا بالأحاسيس والمشاعر اللي يحبونها الناس العاطفيين، بالإضافة إلى الجدية والواقعية اللي هو معروف عنها أنوراك كشف. موسيقى التصوير اللي من أميد ترفيدي من أجمل ما يمكن، أفضل أغاني موجودة في هذا العمل، أكثر الأغاني ممكن تكون بنجابية، لأن أصلا ثيبة الفيلم اللهجة فيها بنجابي، البنجابي واقعي جدا. تتذكرون ديف دي اللي سواه أنوراك كشف؟ ممكن تحس إن في شوية لمسات من ديف دي، أو من إنتاج الفيلم اللي كان أورتا بنجاب، تقريبا أيضا فيها لمسات من أورتا بنجاب على هذا الفيلم. تمثيلا اللي أكثر شيء يعني انجذبت لها هي تابسي بنو في هذا العمل، أقوى أداء أدته صراحة. أنا كنت قاعد أقول على ملك، خلاص انتهينا وشفنا ملك وشفنا أداء قوي جدا من تابسي بنو، تجيك في هذا الفيلم لا، هذه ممثلة مش بسيطة. هذه الممثلة أعتقد عبر هذا الفيلم أكدت للجميع أن هي مش ممثلة مجرد للتأدية الواجب في السينما الهندية، لا، هي جات للسينما الهندية على أساس أن تكون شيء مميز وشيء ملموس وله رمز خاص في هذه السينما. هذه السنة أعتقد تابسي بنو من بعد ملك في هذا الفيلم تستحق أن تنال غير إعجاب الجمهور وإعجاب النقاد، أن تنال جائزة أو على الأقل ترشيح لهذا الدور الجميل جدا في هذا الفيلم. أداها كان جدا عفوي، ما أدري تحس أن هي يمتزعل أو تصرخ أو تحب أو تكره أو أي شيء، تحس أنك أنت منجذب معها. فأفضل ما يمكن كان دور صراحة تابسي بنو. من بعدها فيكي كوشال في الجزء الأول من الفيلم يعني لاحظوا مهارات التمثيلية، أداء الحواري بالطريقة البنجابية، يعني أنه هو يكون عازف دي جي أو شغال على الدي جي، تحس أنه هو واحد دي جي، وتحس أنه في نفس الوقت شخص فاشل في حياة المهنية، يعني كل شيء مقنع فيه. هذا الممثل يعني من بعد رازي وسنجو هذه السنة أو لست ستوريز جاك الحين مع من مرزية، خلاص كملها. فما أعرف لين راح يوصل هذا الممثل، أداء كان جدا جميل. أنا ما أعتبره سبورتينج أكتر، مو نوعا ما أقدر أقول عليه أيضا ممثل رئيسي في هذا الفيلم، وأدى بشكل جيد جدا. أبيشيك باتشن بعد عودة سنتين، أنا أعتبره مش بعد عودة سنتين، أنا أعتبر هذا الدور بعد عودة عدة سنين. كيف عدة سنين؟ أكثر الأفلام اللي شفتها لأبيشيك باتشن في السنوات الماضية، سواء كان دوم 3 أو كان هاوس فول أو كان هابي نيو إير، نوعا ما كان جيد، لكن ما كان محسوس صراحة. في هذا الفيلم راح تحس فيه وراح تشعر فيه وراح تحس إنه رجع أبيشيك باتشن، خاصة الناس اللي هم يحبون أبيشيك باتشن راح يرتاحون يشوفونه في هذا الفيلم، راح يشعرون الصمت اللي عنده. كان في هذا الفيلم هو عنده صمت كثير، لكن أيضا له حوارات قوية. الصمت هذا كان أداء طبيعي، أداء أكاديمي، أداء جميل جدا صراحة من أبيشيك باتشن. أنا بس لي كانت نقطة ضعف نوعا ما، ألا وهي اللهجة البنجابية اللي ما يقدر يؤديها أبيشيك باتشن. فكاتب السيناريو أو المخرج بذكاء خلى أن القصة أنه جاي من بريطانيا، لكن مهما كان حتى لو جاء من بريطانيا 4-5-6 سنين ما تخلي واحد اللهجة البنجابية عنده تكون ضعيفة. لكن في نهاية الأمر الحوارات، طريقة كتابة السيناريو، الأمور هذه يعني غطت نوعا ما بهذا الموضوع. أبيشيك باتشن كان أداء جيد جدا في هذا الفيلم، أنا ارتحت صراحة شفت أنه أدى الدور بهذا الشكل، لأن أنا كنت خايف وكنت حاس أنه يمكن راح أشوفه مثل ميبريم كديواني هو، أو أنه من نفس الأدوار اللي قاعد يؤديها كان في السنوات الأخيرة، لكن أداء كان جيد. أنوراك كشف مخرج لا يعلى عليه، أنا أعتبره أفضل من أفضل 5 مخرجين في بوليوود، مخرج عبقري جدا. يعني القصة هذه ممكن تكون قصة
عادية ممكن أي واحد يقدر يشوفها، راح تشوف فيها ملامح من تنو ويتز منه مثلا، لأن أصلا منتج الفيلم هو مخرج فيلم تنو ويتز منه آنند إل راي، راح تشعر شوية من هذه الأمور. لكن أنه ركش ويتدخل في الموضوع راح يقلب كيان الموضوع، مثل ما قلبه في ديف دي اللي هي قصة ديف داس، شوفوا كيف سواها في ديف دي. فهذا الفيلم أيضا اللي هي سوان كانت لف تراينجل، مثل أفلام ساجن ولا سنجم ولا تشاندني، هالأفلام لف تراينجل لو يعطونها نورك كاشب يبلك كل حاجة بواقعيتها، كل شيء بواقعيتها. تخيل يعني أي حاجة تصير في هالحياة نحن جالسين مع بعض يجيب لك إياها في الشاشة بنفس مضمونها بنفس شكليتها. نعم في جمهور يمكن ما يحب هذا الشيء على الشاشة، لكن في جمهور متعطش لهذه النوعية من الأفلام، في جمهور يعني يرتاح يشوف هذه الأفلام، خاصة لما تكون تخمة من أفلام المعتادة والأفلام اللي نحن تعودنا عليها. एक दूसरे के अंदर घुस जाना बस, you make me sick. فيلم اعتبره من الأفلام المهمة لهذه السنة. السقطات البسيطة كانت فقط التطويل اللي صار بعد منتصف الفيلم أو قبل ما ينتهي الفيلم بنص ساعة، في تطويل شوية وتمطيط، يا ريت لو كان في تقصيص بسيط يعني لهذه المشاهد. لكن أنت ينتهي الفيلم راح تشعر بجاذبية وترتاح صراحة. أنا أعتبره مثل ما قلت لكم واحدة من الأفلام المهمة لهذه السنة، وهذا الفيلم يعني تقييمي له راح يكون 4/5. فنهاية الأمر أشكركم على المشاهدة، وأتمنى أن الريفيو مالي عجبكم، وإذا في عندكم أي ملاحظات أي شيء كلموني على الكومنت، اكتبوا لي أي شيء وأنا إن شاء الله راح أجاوبكم على أي سؤال. ومحمد سيف الريامي يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.